لا مجال للتعادل في نهاية اليوم، في نهاية الليلة، في ختام هذه السهرة الكروية. لابد من فائز. أوباما حطها حلوة قوي. زيزو والناحية التانية فاضي فاضي فاضي. بن شرقي يجري ويستلم. أشرف، جول جول جول. أوباما يسجل التاني سريعا، في دقيقتين سجل الزمالك هدفين، يعود تقدم من التأخر 1-0 للتقدم 2-1 بهجمة مرتدة نموذجية نموذجية، صناعة أشرف بن شرقي وتسجيل أوباما. إذن هو يوم العائدين، هو يوم العائدين والمشتاقين للتهديف. محمود علاء